دلوقتي مشاهدينا معانا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي من ابرزها تراس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومه الاسبوعي، وده لمتابعه تقارير الوزراء المختلفه وملفات عمل الوزارات. كمان قداسه البابا تواضروس الثاني هيلقي عظته الاسبوعيه بالكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه، وفي النهارده كمان 9 مباريات قويه في الجوله الثانيه من دوري المجموعات لبطوله دوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هيرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وملفات عمل الوزارات. النهاردة قداسة البابا تواضروس الثاني هيلقي عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. كمان النهاردة لجنة تسيير أعمال مشروع تشغيل الشباب في مصر هتعقد اجتماعها في مقر وزارة التجارة والصناعة لاستعراض نتائج المشروع وعرض خطة العمل المستقبلية، بجانب تقديم اقتراحات عملية لتعزيز نتائج المشروع. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 9 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، من أهمها مباراة بروسيا دورتموند الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي الساعة 9 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي ريال مدريد الأسباني مع لايبزيغ الألماني.